يا هلا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سبورت كلينيك. دكتور خالد الشرجي حياك الله. الله يحييك دكتور. عاش مشافك. عاشت أيام. الله يسلمك إن شاء الله. دكتور تكلمنا يمكن في حلقات سابقة عن الكثير من الأمور المهمة المرتبطة في الصحة والرياضة، ودائما يمكن حتى في الحلقات يعني اللي سويناها مع الزملاء أو الزميلات الدكاترة والدكتورات كنا دائما نتكلم عن إيجابيات الرياضة، لكن في هذه الحلقة راح نتطرق حق موضوع أنا أعتبره مهم جدا، إن هل يوجد سلبيات لممارسة الرياضة أو النشاط البدني بالنسبة حق فئة الشباب والمراهقين؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بخصوص هذا الموضوع إذا ناخذه بشكل عام، فعلا الرياضة نشاط مهم جدا لجميع فئات المجتمع، أطفال، مراهقين، شباب وكبار السن، ولكن كل شيء في الحياة له إيجابيات وسلبيات. بالنسبة للمراهقين بشكل خاص، فأوجدت بعض الدراسات بأن هنالك بعض السلبيات التي تظهر بسبب ممارسة النشاط البدني لهذه الفئة بالذات. مثلا هذه الفئة نظرا لاهتمامها، نظرا للتغيرات الجسدية والهرمونية والنفسية اللي تطرأ على فئة المراهقين، فهم ينظرون للنشاط البدني غير نظرتنا إحنا لهذا النشاط. شلون يعني دكتور؟ هم ينظرون للنشاط البدني لتغيير شكل الجسم، لتغيير المظهر. هذه أفكار تدور في 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 خلد المراهقين، وبالتالي ممارسة الرياضة قد يعني تنقل المراهق إلى الوقوع في اضطرابات نفسية، اضطرابات جسدية، اضطرابات صحية، اضطرابات في نظامهم الغذائي والصحي. هذه الأمور يجب أن يلتفت إليها ولي الأمر. ولي الأمر راح يستانس لما يشوف ولده ولا بنته المراهق أو المراهقة يمارسون النشاط البدني. صحيح. ولكن وراء هذا النشاط البدني قد تكون هناك آثار سلبية، مثل ما قلنا الاضطرابات اللي تكلمنا عنها مساء، يجب أن ينتبه إليها ولي الأمر. دكتور يعني احنا نحط عين الاعتبار تكون على الهدف، هذا المراهق لما يمارس هذه الرياضة شنو الهدف اللي بيوصل له، يعني ولي الأمر يكون داش مثلا في نقاش بسيط مع مثلا ابنه أو بنته، انت شنو اللي بتوصل له؟ إذا كان هدفه نفس ما حضرتك ذكرت انه والله اني انا اوصل حق مثلا اشارك في بطولة مثلا أولمبية لكمال الأجسام، هذا 100% لازم ياخذ مثلا عقاقير معينه، مكملات غذائيه ممكن تكون رخيصه وسيئه، ممكن يدش في ايضا بعض المنشطات، فاحنا يجب علينا كاولياء امور ان نركز على الهدف اللي بيوصل له مثلا الولد. بالفعل دكتور، احنا نوجه اولياء الامور الى الاطلاع على بعض المظاهر، بعض التصرفات، بعض السلوكيات اللي يشوفون عيالهم يسوونها. مجرد اكتشافهم لهذه السلوكيات لازم يعرف ان ولده متجه الى الاتجاه الخاطئ، إلى الاتجاه السلبي. مثلاً على سبيل المثال، من هذه المظاهر أن فجأة تشوف الولد أو البنت اتجه إلى خلينا نقول الاقتداء بالمشاهير، مشاهير السوشيال ميديا، مشاهير الرياضة. أنا ودي جسمي يصير مثل هاللاعب، أنا ودي قوتي تصير مثل هاللاعب، أو بالنسبة للإناث أنا ودي أصير مثل هالممثلة أو مثل هالبطلة الرياضية. هذا الالتفات نحو المشاهير يجب أن يلفت ولي يعني نظر ولي الأمر أن ترى ولدي مقبل أن يقلد هذا البطل، وممكن يتجه إلى اتجاهات أخرى، اتجاهات قد تكون سلبية تؤثر على حياته وصحته. يعني يجب عليه أنه هو يعرف الولد وين متجه بالضبط، شبيه يوصل عشان يقوم هذا الاتجاه بالضبط. في نقطة ثانية، إذا شفت الولد أو البنت يبدي في تناول العقاقير الطبية، هذه أيضا نقطة مهمة يجب أن يلتفت إليها ولي الأمر. من تشوف ولدك أو بنتك وهو في عمر المراهقة يبدي يأخذ بعض العقاقير المنشطة، بعض مشروبات الطاقة اللي منتشرة للأسف. نعم. في مجتمعنا الكويتي، من تشوف الولد أو البنت يتناول هذه العقاقير أو هذه المنشطات أو المشروبات، مشروبات الطاقة، أعرف أنه قاعد يسعى أنه يغير شكله، قاعد يسعى أنه يغير صورته البدنية، صورته خصوصا للآخرين، وهذه نقطة أخرى يجب أن يلتفت إليها ولي الأمر. دكتور خلنا نأخذ فاصل، أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ونرجع نواصل معكم الحديث مع دكتور خالد الشرجي.
أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتور، تكلمنا عن بعض المظاهر السلبية وذكرنا ممكن تناول بعض العقاقير أو السلوكيات السيئة اللي يجب أن يكون ولي الأمر يعني منتبه حق هذه الأمور، أساس يكون أنه ممكن أنه يقوم هذا السلوك حق الابن أو حتى حق البنت قبل ما نقع في مشكلة معينة. دكتور، شنو في بعد مظاهر سلبية ممكن أو سلوكية ممكن أن نشاهدها على أبنائنا اللي يصنفون من فئة المراهقين؟ بالفعل إحنا تكلمنا في الجزء الأول عن بعض المظاهر اللي يجب أن يلتفت إليها ولي الأمر، مثل خلينا نقول حب أو الاندفاع نحو المشاهير. نعم. يعني بشكل عام أو مشاهير الرياضة بشكل خاص، أن أنا ودي جسمي يصير نفس البطل وغيره. المثال الثاني ذكرناه اللي هو تناول العقاقير والمنشطات ومشروبات الطاقة. مظهر آخر قد يكون تغير في الحالة المزاجية للمراهق. ولي الأمر إذا بديت تشوف ولدك أو بنتك المراهق أو المراهقة قد طرأ عليه تغيير في حالته المزاجية، لازم تعرف أن هذا قد يكون بسبب تناوله لعقاقير، تناوله لمنشطات، أو اندفاع نحو ممارسة الرياضة لتغيير شكله وتغيير مظهره الخارجي. دكتور، تغيير الناحية المزاجية تقصد فيها مثلا النرفزة، الملل، العصبية، قد يكون الاكتئاب، قد يكون القلق. نعم. لأن بعض الأحيان خصوصا المراهقين إنه يمارس الرياضة ويمارس النشاط البدني لتغيير صورته الجسدية. صحيح. بعد فترة من الزمن إذا شاف إنه ما في نتيجة تذكر، يبدي يدخل في حالة اكتئاب، يبدي يدخل في حالة قلق، وهذا يؤثر على حالته النفسية وحالته المزاجية. ايضا في بعض المظاهر اللي يجب ان ينظر او يلتفت اليها ولي الامر هي العادات الغذائيه. يا انه يبدي ياكل بشراهه بشكل مو طبيعي، صحيح، بحيث انه يبي يبني عضلات ويبي يزيد وزنه اذا كان نحيف، او العكس، يبدي الولد او البنت في هذا العمر ما ياكل بشكل صحيح، ما ياكل وجباته بالشكل السليم وبالشكل الصحي، بهدف انه يخسر وزن. نعم. ويوصل الى ممكن ينشف شو او ينشف. نعم. او احتمال يلجا الى بعض العقاقير والادويه اللي صحيح. مثل ما نشوف الحين منتشره، حرق الدهون وحق التنحيف والتنشيف وغيره. هذه بعض المظاهر اللي يعني يجب ان تدق ناقوس الخطر. صحيح. بالنسبه لاولياء الامور اذا شافوا عيالهم خصوصا المراهقين يعني بدات تظهر عليهم هذه المظاهر، يجب ان يعني يوجهونهم التوجيه الصحيح، يوجهونهم نحو ممارسة الرياضة بشكل صحي وسليم يؤثر عليهم بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي. زين دكتور، من وجهة نظرك الشخصية، أنا كولي أمر شفت بعض السلوكيات السيئة الموجهة اللي حضرتك ذكرتها، يعني مثل أعتقد أن ولدي قاعد يأخذ مثلاً هالأمور. ممكن أنا كولي أمر مثلاً ما عندي الخبرة أني أنا أعرف ولدي مثلاً قاعد يأخذ بعض المنشطات أو هالأمور، لكن في أمور فسيولوجية تتغير بشكل واضح أو فترة زمنية قصيرة ممكن هي تكون واضحة حقي، أني أنا أعرف أن هذا ولدي ترى قاعد يأخذ أمور معينة على أساس أنا ممكن أنصحها أو أوجهه. بالفعل التضخم في العضلات بشكل سريع هذا يجب أن يكون ملفت لنظر ولي الأمر. ظاهرة التثدي. نعم. بالنسبة للبنين هذا. صحيح. يعني مؤشر لولي. صحيح. الأمر أن في شيء قاعد يسير في طريق خلل في الهرمونات. خلل في الهرمونات. نعم. ممكن بالنسبة للإناث بشكل خاص لظهور الشعر في نعم. في الخد، هذا قد يكون مظهر من المظاهر. هذه بعض المظاهر الجسدية واللي أسبابها داخلية، أسبابها فيزيولوجية. نعم. تظهر على الشكل الخارجي، ويعني يجب أن يلتفت إليها ولي الأمر مثل ما تقول. دكتور، لو بنعطي رسالة أخيرة من حضرتك حق أولياء الأمور، أنا لاحظت أي خلل من هالأمور هذه كلها السلوكية عند ولدي أو بنتي، كبداية شلون أحاول أني أنا أتعامل معاه؟ أنا أعتقد دكتور إذا هم في عمر المراهقة ونفس ما حضرتك ذكرت عمر وايد مهم، أنه هو حاط له قدوة معينة يبي يوصل لها، ممثل، لاعب، كمال أجسام، بطلة، أعتقد صعب التعامل معه أن أنت تسحب منه هذا الحلم اللي هو يبي. شلون أنا كولي أمر من خبرتك أني أنا أتعامل مع هذا الرياضي اللي هو حاط له حلم معين يبي يوصل له؟ هو يعني لازم ولي الأمر يحتضن هذا المراهق أو هذه المراهقة ويوجه التوجيه الصحيح نحو القدوة الحسنة. يعني الأبطال الرياضيين مو كلهم سيئين، مو كلهم سلبيين، فيجب علينا إحنا كأولياء أمور أن نوجه أبنائنا نحو القدوة
السليمة، هذا من جانب. من جانب آخر يجب على ولي الأمر نفسه أن يثقف نفسه في هذه الأمور، المنشطات، العقاقير الطبية، المشروبات، مشروبات الطاقة، ويجب أن ينقل هذه الثقافة إلى ابنه أو بنته، يعني عن 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 خطورة تعاطي هذه العقاقير أو المنشطات على الصحة وغيرها من الأمور. كل شكر لك دكتور، أتمنى أن الرسائل اللي قدمتها صراحة هذه توصل حق أولياء الأمور، إن كان من الآباء أو من الأمهات، ويتابعون أولادهم أو بناتهم رياضيين من هذه الناحية. يعني إحنا دائما كنا ندعو من خلال حلقات طويلة أن مارسوا رياضة، لها إيجابيات كبيرة، لها كذا، لكن حضرتك اليوم بيّنت لنا أن مو كل أنواع رياضة يعني فيها أمور إيجابية، في أمور سلبية ممكن تأثر بشكل نفسي سلبي أو حتى غذائي أو حتى من ناحية ممارسة الرياضة كرياضة موجهة. كل شكر لك دكتور، نشوفك في حلقات قادمة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.